السؤال الثاني الذي تسأل عنه في قبرك. 关于在坟堂当中被提问到的第二个问题。ما دينك؟ 你的宗教是什么 ？يقول لك ما دينك؟ 你当我问你，你的宗教是什么 ？تقول الإسلام ديني أنا مسلم. 啊，你应当说伊斯兰是我的宗教，我是穆斯林。ما هو الإسلام؟ الإسلام 是什么呢 ？الإسلام هو أن تفرد الله بأنواع التوحيد الثلاثة. الإسلام 就是只崇拜独一的阿拉，认主独一，拜主独一，以及归信阿拉，遵命品行独一。المسلم لابد يطيع الله سبحانه وتعالى ولا يعصي. 穆斯林应当顺从阿拉，不要违背阿拉。المسلم لابد يتوسط في التعامل مع غير المسلمين.穆斯林应当公正的与非穆斯林。هل اليهودي مثل النصراني؟ 犹太教徒等同于基督教徒吗？ لا. 不等同。اليهودي له اعتقاد غير اعتقاد النصراني. 犹太教徒有犹太教徒的信仰，基督教徒有基督教徒的信仰。وكذلك المسلم له اعتقاد غير اعتقاد اليهودي والنصراني. 同样，穆斯林有穆斯林的信仰，他们的信仰不同于基督教徒的信仰，也不同于。في العبادة المسلم له عبادة واليهودي له عبادة والنصراني له عبادة. 在公修方面，穆斯林有穆斯林的公修，犹太教徒有犹太教徒公修，基督教徒有基督教徒的公修。نعم حتى المرأة المسلمة في لباسها تختلف عن اليهودية وعن النصرانية. 穆斯林女子的服饰和犹太教徒以及基督教徒他们的女子的服饰也有不同。ومع هذا نحن نحب للكفار الخير وهو أن يدخلوا في دين النبي صلى الله عليه وسلم. 即使是这样，我们穆斯林希望非穆斯林都加入伊斯兰的宗教。لا نتعرض لهم بالقتل ولا بالسب ولا بنقض العهود. 我们并不是以屠杀、厮杀、谩骂、以及违背、这个缔结的约定的方式。المسلم يعامل الكفار بحسن الخلق. 我穆斯林应当和非穆斯林以美好的品格进行交往。نعم. الإسلام بناء. هذا البناء يقوم على أعمدة خمسة. أركان الإسلام خمسة. الإسلام 就像一座建筑，这座建筑有五个支柱。الأول.الشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد رسوله 第一个就是作证安拉是独一应受崇拜者没有应受崇拜者只属上拉作证穆罕默德是安拉的奴仆是安拉的使者 الثاني إقام الصلاة الصلوات المفروضة الخمس في كل يوم وليلة 第二条就是例行拜功每天五分拜功 صلاة الفجر 晨礼拜 والظهر赏礼拜 والعصر 午礼拜 والمغرب 婚礼拜 والعشاء 宵礼拜 الركن الثالث 第三条 إيتاء الزكاة لابد أن الزكاة تؤخذ من أموال معينة إلى أصناف ثمانية في وقت محدد 天课是从规定的人那里收取把天课交给八种规定的人 وصوم شهر رمضان封斋封拉玛多月的斋 شهر واحد من السنة يصام 每年一个月 طيب الخامس حج بيت الله الحرام للمستطيع 第五条就是朝觐天房对于有能力的人 هذه أركان خمسة يقوم عليها الإسلام البناء يقوم على هذه الأعمدة الخمسة 这五个要素就是伊斯兰必备的五个要素 نعم